مؤسسات، ما بيسموها مؤسسات دولة. لا أقصد الأجهزة ديال الدولة، أين يوجد الطفل؟ المؤسسات ديال الدولة كلها، المجالس المنتخبة، فين موجود الطفل؟ مؤسسات لا، المؤسسات اللي كننتخبهم، اللي كنصوتوا عليهم. برلمان. ها؟ هنا يمكن نحضروا التجربة ديال المغرب، برلمان الطفل، زيد. كاين واحد المؤسسة أخرى تعتني بحقوق الطفل في المغرب وكتعمل على تفعيل مضامين الاتفاقية. حسن جد، المرصد الوطني لحقوق الطفل وعندنا برلمان الطفل. هذو هما المؤسسات. بداية أحيي الإخوان في المواقع الإلكترونية وأقصد هنا نادور سيتي على الخصوص. اللي كيعملوا على إخراج جميع الأنشطة اللي كتقوم بها الفعالية في مدينة سيوف الوجود، والنشاط تاع اليوم إعداد ديال الصبايح في إطار الأنشطة اللي سطرها المكتب المحلي للمغربية لحقوق الإنسان، واللي كيعمل على نشر ثقافة الواجب. والعرض ديال اليوم يأتي يتمركز أو كيتمركز حول قراءة اتفاقية حقوق الطفل، واللي تمركز حول شرح مجموعة من المفاهيم المبادلك حقوق الإنسان، مفهوم حقوق الإنسان، ثم مفهوم حقوق الطفل. ركزنا كذلك على المضامين ديال الاتفاقية والخصائص ديالها، ثم المحاور ديال الاتفاقية بشكل عام، ثم موقع الطفل من موقع الطفل المغربي من هذه الحقوق كلها، وماذا قدم للمغرب الطفل بناء على ما هو مؤسساتي كبرلمان الطفل والمرصد الوطني لحقوق الطفل. إن هذه الأنشطة هذه كتجي في إطار برنامج سطرته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، واللي كيحضر فيه عبدو الربيهي بصفته رئيس الهيئة المغربية فرع زاليو، كذلك الأستاذ بوحمدي والأستاذ رشيد مداوي، أساتذة الفلسفة ثانوي حسان المتابيت. وكما لاحظتوا على أن العرض مركز على ما هو نظري، ثم غادي ننتقلوا بعد ذلك إلى العمل في إطار 6 ورشات كيتوزعوا عليها التلاميذ، 6 تلاميذ على كل ورشة. وما ننساش أن نشكر الأستاذ زريوحي رئيس النادي الحقوقي بإعدادية صغرى، كما أشكر الإدارة اللي استجبت دعوة النادي الحقوقي الإعدادية تنظيم هذه الورشة التكوينية. طبعا هذا النشاط الذي تنظمه ثانوية صبرا الإعدادية، وبالضبط نادي صبرا لحقوق الإنسان والتربية على المواطنة، يأتي في إطار تفعيل الأنشطة الموازية التي تقوم بها المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالنادي الحقوقي. طبعا النادي المقبل من مجموعة من تلاميذ المؤسسة ارتأوا تنظيم هذا النشاط الحقوقي المرتبط بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واستضافوا لإنجاز هذا العرض مجموعة من الأساتذة والفاعلين الحقوقيين في مدينة زيوف والمنتمين إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها من المنظمات الغير حكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان. طبعا النادي تم أو تأسس في الأشهر القليلة الماضية، ويعمل بشكل مستمر على تحقيق أهدافه المتمثلة بالأساس في الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان، وكذلك إشاعتها كفكر وسلوك داخل المؤسسات التعليمية. وشكرا.